لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي ومولى الكونين ونور العينين وسفينة النجاة يا سيد الشهداء. فيا ليتنا كنا معكم بألقى سيدا. افلك الخير ساعة وتحمل لي شكوى وسر بآلي بريدا. وامض حثا إلى الغري وامض حثا إلى الغري ففيه أصيد ساد بالفخار الصيدا. فإذا ما حللت ناديه سلم وبه نادي لا تخف تفنيدا. يا علي الفخار والفارس المضار، لا هي غابة ولا لعديدا. عظم الله عظم الله بالحسين لك الأجر، فقد مات مستضاما شهيدا. قطعوا رأسه الشريف وعلوه سناما مثقفا الود. بني أمية يا علي خاضوا لك دموع. أنشنه الدواني يا علي علي مسك من النار. بالأمس واحد في المدينة أين يموت مسموم. باقي البقية من الضحايا
أيّ بالغالية بني أمية يا علي فاتوا لك بني أمية ذبحوا أولادك صغار بني أمية شهروا شهروا زينب بالأنصار من كربلاء للشام والدواء ويا ليت بدك وصلت وصلت الرايات والخير وجيت والارض الطيب قبل ما زينب تشيل وصلت الكوفة والضيف أي بمجلس الظلي يضحك كأن شاع أربا شرب هنية وشاع في السبايا وقال من هذه سبايا يا عالم يتام حصيه وافتريت ثنايا صفق وقال الحمد لله لا حد يزينب وين دولة تلولي شو تقول لها الظالم؟ يقول الشاعر وهي لا تستطيع مما دهاها من دهى الحزن أن ترد المقالة غير تردادها الحنين وإلا زفرة تنزف الراس الجبال يعيرني الظالم بدوالة تلولي يقل لي زينب براحة أهلي أهلي ايش بتسوي وانهدم سور اللي تلود بظل فيا قال مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه أما والله ليلينكم غلام ثقيف الديان الميال يأكل خضرتكم ويذيب شحمتكم ايها ابا وضحى امير المؤمنين سلام الله عليه ينذر اولئك الذين ضيعوه واضاعوه وجهلوا حقه
وعصوا أمره واتبعوا أمر كل شيطان مريض. يهددهم بأن الله سيبليهم بحاكم مثلهم. الظلمة ليس لهم إلا ظالم. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: كيفما تكونوا يولى عليكم. هذه حقيقة. كيفما تكونوا يولى عليكم. ظلمة تليكم الظلمة، عدول تليكم العدول. إذا لا يبقين أحد إلا على نفسه. من شاء العدل فطريقه واضح، ومن شاء الظلم فطريقه أيضا واضح. والأمر في يد الأمة، إن تعالت وليهم أهل العلا، وإن تسافلت وليهم السفل. حاشا الله أن يظلم الناس ويولي عليهم شرار، ولكن الناس انتقلوا من الخير إلى الشر، فلذا لا يليهم إلا من هو شر. مرت علينا وصية أبينا أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم منه شراركم. لأنكم أصبحتم بطرح هذا الواجب الذي هو جوهر الدين، جميع الطقوس الدينية تصب في هذا المصب وفي هذه الغاية، وهو أن يقوم المؤمنون بالله فيما بينهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لحتى لا يجد صاحب المنكر موطئ قدم في مجتمع المسلمين، مجتمع المؤمنين، يصبح غريب. فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. اليوم بنقرا دعاء سمات، اليوم والليلة هاي بنقرا دعاء جوشا كبير، جوشا صغير. دعاء أبو حمزة الثمالي، دعاء الفرج، دعاء كميل، عمي الحجاية، مو حركة الألسن بالدعاء إذا لم تكن القلوب هي التي تدعو. إذا لم يكن القلب هو الذي يدعو متوجها نحو خالقه، فاللسان حركته هدر لا قيمة لها. يقول شاعر: لا تشيلي إلا السيوف دعاء. كنا بلفظ السيوف عن العمل، إذا أردت أن أكون مستجاب الدعوة فلا أعمل لله. عسى الله أن يرد سائله: ألم يقل ادعوني أستجب لكم؟ ألم يقل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب؟
أجيب دعوة الداعي وإن الله لا يخلف الميعاد. وها نحن نضج ونعد ونأتي بكلمات الأئمة التي علمونا إياها ومكتوبة عنا في الكتب كالبلد الأمين وغير ذلك من الكتب ومفاتيح الجنان وضياء الصالحين وغير ذلك من الكتب التي مخصصة في الأدعية. فأين هو الأثر؟ لأننا ندعوه بألسن والقلوب تخالف الألسن. ولهذا الشاعر يقول: لا تشيلي إلا السيوف دعاء، فدعاء التلوس لا يستجاب. أنا إذا قريت الدعاء كنت أسبب به، لا قيمة لكلامي. ليش؟ أنا ما أحكي عن ضميرها، ما أحكي عن ضمير. ولهذا يصبح الدعاء بالنسبة لي لا قيمة له، بل وربما حتى لا أؤجر على قراءتي له، لأنني لست بداع لله. الله يقول في تلك الآية التي مرت: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ثم قال: فليستجيبوا لي أنا أدعوهم. دعوتهم لعبادتي، دعوتهم لطاعتي، دعوتهم لامتثال أمري، وإذا أرادوا أن أستجب دعاءهم فليستجيبوا لي بدعوتي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا لم أكن كذلك، هو يدعوني فأعصيه ثم أرفع يدي إليه: يا الله يا الله. شنو قيمة هذه يد مجرمة عاصية تستحق أن تكفل بدل أن تعطى؟ لا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: كيفما تكونوا تكونون أحرار يليكم الأحرار، مبصير عبيد يليكم العبيد. وهذا هو طريق التحرر مفتوح، نتحرر من شياطيننا، من طواغيتنا، من أصنامنا وهي شهواتنا وندوات نفوسنا، ونتجه نحو خالقنا، والظلم يزول تلقائيا، ما يحتاج إلى رصاص ولا مدفع. ليش؟ لأن أي حكومة عادلة أو ظالمة إنما هي إفراز من إفرازات. أرأيت إذا عرق الجسم إن كان جسما نقيا طيبا يفرز عرق طيب له رائحة ذكية، لكن إذا كان الجسم خدر فهمت وعرق صاحبه، شوف الأصنام من بعيد بعد عمه خايف. ليش؟ لأن الجسم الذي نتج منه هذا العرق جسم نتج. فالحكومة إنما هي عرق الشعب ونتاج الشعب. نازل من السماوات جاية أو طالع من سبع أراضي؟ أي أمر جاني لهم. فلو كانوا عاشوا من حين ولدوا في أمة يرونها في طريق الحق ما جذوا ولا بقوا
في أسر المجتمع وفي إطاره، لكنهم وجدوا أمة. منذ فهموا رأوها لا تعبد إلا شهواتها ولذواتها وملذاتها، وتدور وين اللذة وين المتعة وين الشهوة وين وين. ترى إذا جاء هذا على كرسي القيادة وين بيروح؟ أليس تلك الشهوات والنزوات؟ إذا ما عندنا من البلاء والمحنة إنما هو ناتج من عندنا وجينا من قبل الله. إحنا سوينا، إحنا كوننا أنفسنا في هذه القوقعة الضيقة، إحنا كوننا أنفسنا في هذه الجحيم أشعلنا نار وقعدنا بيها. ثم صرنا نعالج المرض بالمرض، نعالج العدة بنفس العدة، نعالج الداء بالداء، نريد أن نطفي النار بالنار. ميس يقول الباري جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هيهات، إن كنا في خير الله ما يغير علينا ويجيب شر إلا إذا تغيرنا، إلا إذا لعبنا بذات الخير وكفرنا بذات الخير. احنا جنينا على انفسنا واستبدلنا الخير بالشر، فاذا اصابنا الشر فنحن نستحق ذلك، وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فالله لا يغير ما بقوم، سواء أكانوا في خير ما يغيرهم إلى شر إلا إذا غيروا ما بأنفسهم، ولا يغيرهم من شر إلى خير إلا إذا غيروا ما بأنفسهم. إذن الأمر بيد، إن شئنا الخير فعلينا بالخير نعمل به، وخلي يصير كل واحد منا خير لا شر، وعندها ينتفي الشر ويموت الشرير، ما يقدر يعيش في بيئة طيبة وهو يعيش على النتن. ما يصير. يقولون جعلان دويبة، جعلان دويبة سوداء، أي أكثر ما ترى في الأماكن العفنة، تعيش نسميها إحنا أبو جعلمة الأول، دويبة كبيرة شوية سودة وخشنة، أي شغلها تقلب خرف السناديس والناس ينسجون حولها قصص، يقولون هذا النحيس الأسود أبو جعلمة شاف الشمس راح يخطبها بتزوج بها، قالت له وين أقعد؟ هو أريد أتزوجك لكن أنت وين بتحطني؟ قالها أنا بالدنيا، قال لا، قالت له الدنيا كسيبة، طلع الفريع شوف السنادي شوف نخيات وين بتحطني؟ أنا أقعد هلا 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 هالنور هذا أقعد به مثل الأشياء هذه. قلنا له آخر، قال أول الطيالات لا أول الطهر الأرض، ولا أشوف من القدارات شيء بعدين الدور صار شغلة يقلب، تبغى يخفي الخرا عن عيون الشمس لا تشوفها. ابن عمي جعلان يقولون إذا أردت أن تقتله فأشممه الطيب. ليش؟ لأنه يعني منذ كان ما شم رائحة طيبة، ما شم الهرفونات،
فإذا دخلت عليه رائحة غريبة على دماغه يموت. والظلمة جعلان ما عاشوا إلا في النتن، ولم يتربوا إلا في النتن والأماكن النتنة، فإذا ما شموا طيب أي صار الشعب طيب وانتقل من النتن إلى الطيب، طابت نفوسه واتجه نحو الحق، وصار الحق هو الحق، زال الباطل في الخارجة ما يعيش ما يبقي. إذا نحن الذين نبكي، وإذا أردنا أن يتغير ما نحن فيه علينا أن نغير ما بأنفسنا، ولا نعالج معالجة مغلوطة، نداوي الداء بما هو شر منه، كناكة مثل ما يقول عنه كناكة الشوكة بالشوكة وضلعها معه. فنعالج قضايانا معالجة عميقة، ونجتث اللي معذبنا من جذوره مو من برا نحط الدواء عمي، لا. إنا لله. أمير المؤمنين سلام الله عليه يهدد العراق الفاسد، يقول لي لقد ناويت الحق وأنا الحق المتجسد، وقضيت وياكم هالمدة 5 سنين أدعوكم إلى الله ولتعودوا إلى الحق وتعملوا بالحق وتدافعوا عن الحق وتنصروا الحق، فأبيت واخترتم الدرهم على الدين والباطل على الحق، ورجحت عندكم كفة الباطل، أبشروا بولاة وبأمراء تظنون أن في حكمهم لكم سعة. يا أهل الباطل، أتظنون أن في الباطل سعة؟ من ضاق عليه الحق فالباطل عليه أضيق. أهل الباطل يظنون أن في الباطل سعة، الباطل ما به سعة، ما به نظير. السعة في الحق، ولكن متى أتغلب على نفسي لترى سعة الحق؟ إنني لا أنظر بعين بصيرتي، وإنما أنظر بعين باصرتي، العين التي في رأسي، فلا أرى الحقيقة، ما أفهم، وإلا لو عرفت الحق لرأيته هو الرحب السعة. لكن كيف أعرف الحقيقة وأنا أعرض عنها وأتجاهلها ولا أريد أن أعرفها؟ ألا ترى أي مجلس يذكر فيه الله قل وراده؟ وأما إذا كان المجلس فيه ذكر غير الله يكثر والراد. ليش؟ لأني أنا تتملك لنفسي ما تريد تسمع كلمة نص، ما تريد فهي تعرض عن الحقيقة وتتجاهلها على طول. ومن هنا تغلب في أكثر المعارك، يتغلب أهل الباطل على أهل الحق، ما أكثر المعارك التي تجري بين الحق والباطل، لكن في الأكثر تدور الدائرة في الأخير على أهل الحق. ليش؟ لقلتهم
قله بالنسبه لاهل الباطل، واهل الباطل هم الكثره، والكثره قد تغلب في كثير من المعارك على اهل الحق بقلتهم، لانهم ضعفاء بالنسبه لقوه الباطل. اما الذين ينتمون الى الباطل فاكثرهم يناصحهم، لكن اللي ينتمون للحق مو اكثرهم. لا، اذا الحق عمي مو حلو مر به مراره. فكر وانظر، ترى اهل كل عقيده مهما كانت باطله تراهم يصرون عليها ويدافعون عنها وقد يركبون. لقد ملأوا الدنيا وكل سنة يتكاثرون ويزدادون، وهذا مع أنها دعوة ضد العقول. ما يتفق، أنا دكتور ومعاشي أستحق 1000 دينار، وواحد بطالي ما عنده مهنة ما يعرف شيء، أنا آكل قرص وذاك آكل قرص. قال اشتراكية، المال مال الدولة وأنت ولد الدولة وعليك تكد، هذا يجيب أنا وذاك يجيب 20,000، فهمت؟ وهو ياكل قرص وتزداد القرص. شوف مو خلاف العقل، أنا إذا كديت وتعبت أريد أجر تعبي. وين أجد علي؟ وين؟ ولكن مع بطلانها ومنافاتها للعقل الرشيد ترى أتباعها تتكاثر وتتجه، لولا أن الله دمر عليها. وإن شاء الله تزول. إذا عرفنا ذلك فأتباع الحق كل يوم يتنافسون، وأتباع الباطل كل يوم يتكاثرون. وهي مو تو مبتدئة العملية، لا عمي، من زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ألا وإنكم في زمان القائل فيه بالحق قليل. قبل 1400 سنة واللي يقول الحق ليه. فما ظنك ونحن نتسافل منذ 1400 سنة، هل بقي ناطق بالحق؟ ذيك القلة خلصت. ألا وإنكم في زمان القائل فيه بالحق قليل، واللسان عن الصدق كليل، واللازم بالحق ذليل. هذا الوصف يصف علي، وصف الأمة فيه قبل 1400 سنة، فما ظنوا كلام. فإذا كان كل يوم أهل الباطل يكثرون وأهل الحق يكثرون، النهاية الهزيمة. ليش يقلون؟ لأن الحق مثل ما قلنا مو حلو إلا عند العقول التي ما شابها مرض. ولكن بعدهم الحق لذيذ ويتلذذون بالحق كما أتلذذ أنا بالباطل. يتلذذ بالصلاة مثل ما أنا أتلذذ بالرقص والدنس بنسميه، هو يتلذذ بالصلاة. إذا قام يصلي يجد نشوة، يجد لذة، إنها مسامرة الحبيب، إنها الخلوة بالحبيب، والخلوة بالحبيب تنسيك همومك، تنسيك أحزانك، ما تكون ليش الأحزان، ما حد من الناس طبت عليه مصايب، خلت في أضيق من حلقة خاتم، مثل زينب بأبي وأمي. فما هي سلوتها؟ المرأة
التي بعد أن كانت أعز امرأة في العالم وإذا هي تمشي والسياط من كل جانب. مو هذا؟ حرقوا بيتها وسلبوا خضرها وذبحوا أطفالها ونهبوا مالها وباتت ليلة 11 في مثل هذا الحال. لا أهل عشيرة أخوتها وأولادها مذبحين وعشيرتها وهي بلا خضر بعدها حتى خيمة تنام بيها وتقعد بيها. بعض المكاتب يقول أنه بقي الثلثين خيمة وثلث خيمة واقع ما ظل الخيام وما باتوا ليلة 11 تحت خيام وإنما باتوا تحت السماء خيمتهم السماء. وهذا وفراشهم التراب. المرأة إذا بتنام تضجع على الأرض على التراب والطار ينامون على التراب. وهذا يقول لي بضع عليك وحاجة المرأة. والمرأة من شانها الرفقة لها عاطفة أكثر منها عقل. ما تزاول القضايا هذه بعقل إنما تزاول العاطفة والعاطفة ولا تزاول ما تقدر. لكن زينب هاي فاقت مو الصابران فاقت حتى الصابرين وياهو يصبر صبرها وياهو يثبت ثباتها وياهو عنده قوة مثل قوتها بتلك الحال. والتاريخ يقول زينب ما خلت صلاة الليل حتى ليلة 11 طولت عمي ليلة 11 وهي في تلك الحال. يا صلاة بالنسبة لي أنا وجع الضروس خليني يمكن ما أصلي ألم في ناحية من نواحي جسدي ما في شدها أصلي. وعلم وإذا زينب تفقد عزة تفقد عشيرتها تعرف ذولا عمي مو أنا وأنت اللي فقدتهم زينب كل شباب يسوى شباب العالم كله وفيهم من يساويهم واكثر وهو المسايد والعالم أما العالم عمي كلها كل في كفة وحسين في كفة يرجح بالعالم. وزينب شافته مكسر ضلوعه والخيل ترمم ظهره وصدره شافته بلا راس شافته مقطع ابتماكه صبغته شظا قلبها المرأة. ولو قال لنا التاريخ انها صلت صلاة المغرب نقول نعم ملزمة به انها واجب وكذلك صلاة العشاء عمي نقول واجب لكن صلاة الليل نواجب نافلة مستحبة. لكن ما شغلها ذلك الظرف الصعيب او العصيب حتى عن مستحب ومعناه ان حادثه الطب ما زاحمت ايمانها. ايمانها اعلى واقوى ما زاحمت واقعه الطب يقينها فهي متفوقه على كل المصائب تعالج جميع الحوادث بحكمه. وإذا بها لما نامت النساء والأطفال وهدأ البكاء والنياحة والضجة ومنهم السجاد مرمي على الأرض مغشي عليه. يوم انتصف الليل اختطت زينب ليها محراب اختطت ليها شبه محراب يعني خط شبه المحراب في الأرض وقامت تصلي صلاة الليل. انتبه السجاد اللي يشوف عمته تصلي
سلام الله عليكم يا أهل بيت النبوة. قبلك سجاد لحسين آخر داعي له. يوم إجي يودعها ومشى يريد المعركة وهو يكرر طرفه إليها: أخيّر لا تنسيني من الدعاء في صلاة الليل. الله أكبر. وإذا السجاد ينتبه وشوف عمته تصلي. قال: عمة غفر الله لك، أسألك الدعاء. عمة أراك تصلين من جلوس. قلت: يا ولدي لا تلومني، الجوع قد قتلني. والتعب قد ضمني وما بقوة أقوم، لكن هذه إذا سمعت طفل يتضور، إذا سمعت مرأة تنوح، تتعامل على نفسها وتأتي تسليها وتصبرها وتعزيها. يا فرج الله تنقضي وحشة الليل. باكر عين الله على الكون بالهزيمة، وبنخلي المذبوح ما حد له يجيب. وحشة الدنيا علينا علينا بهالعشية، تنقلت الوليان وخيام خلية، ندري انا بهالليل وش يجري علي. عجل علينا يا علي، عجل علينا ما دام هلنا رايحة توصي الأيتام، ليكون وحدي اليتام يتام منكم اثنان. قعد وطرب هالدوام ما حد يرحمينا. وين فمه؟ اجت الى زينب عمه: سيدتي فقدنا طفلين، طفلين ما اراهم على الايتام. من هم يا فمه؟ اولاد مسلم بن عقيل. ذولا ما اراهم مع الاطفال. ولكن يا رجال ثم قد انسدل الظلام واحنا في ولي الدول العدوان لما المشروه بلا حدود. وما اقدر في هالظلام وين اروح ادور؟ لكن نادي يا ثم لعلهما بالقرب منا. دق دايمين على الدلعه في وحده، اذا سمعوا صوتك يجاوبونا. وقفت فضة وصاحت: طاهر يا سيدة مطهر. كان على التراب سمعت النداء، جلست بأبي وأمي: طاهر يا عم من عصرفة. يا ويا أخ
العيب يمنعها الله يا حظي بكشا صفينا حريم حريم الله أكبر قوم يا الله قوم يا نساء نحضر في هذين الطفلين ندور ربما ذهب إلى المعركة إلى خالهنا الحسين وضيع فضة كلنا تنهيب البحر تدور على الظاهر حبيبي والبحر أبكشك عليهم جانا حد عنهم استخبار يوم عيد ما تعجل ولد معاين ولا جاء الله عطية والنساء متوجهات نحو المعركة حافظكم الله يا أولادي وين رحتم عاجبنكم يا ابني على اجتاف حملتم دلعب سبوركم يا النباح واليوم انتم الله يدمر دولة الضاري ابن الزهر ويلي على الرصمي حلوين المعاني يمتد جوني واحد قابض الثاني واشم منكم يا الولد ريحة اخواني تقبل عزانا استر عيوبنا قلوبنا كنا مسافرين أعينوها عانكم الله نسألك اللهم وندعوك نقسم عليك ونتقرب إليك بمحمد وأنت المحمود وبعلي وأنت الأعلى وبفاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبالحسن وأنت المحسن وبالحسين وأنت قديم الإحسان وبالتسعة المعصومين من ذرية الحسين ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته من شره ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ورسلتها بحق باب الحوائج موسى بن جعفر وبحق حرمة سورة الفاتحة تسبقها صلوات